اشترينا الكنيسة دي سنة 2008 وبدأنا نصلي فيها. مجرد ما اشتريناها كانت قاعة تخص إخواتنا الريفورماتوش، وتم التعديل فيها وتم بناء الدور العلوي والدور اللي بعده، وهيجي قداسة البابا لتدشينها في أغسطس 2011 بناء على دعوة الحكومة المجرية. لذلك فالكل في سلام، كونوا جميعكم في هدوء مطمئنين إلى عمل الرب، فرحين جميعا بهذا العيد. بأيديولوجية شيطانية يقتل ويختفي، فهو في السابق كان اضطهاد حكومات وكان اضطهاد دول، أما الآن فهو اضطهاد أيديولوجي. فور حدوث الموضوع ده في اسكندرية ليلة رأس السنة، وإحنا كأقباط متعودين دايما ليلة رأس السنة نقضيها في الكنيسة، فور حدوث هذا الأمر جات لنا رسائل مباشرة. Idők végéig történni, hogy üldözni fogják a keresztényeket, és az egyiptomi koptok azok már a nagyon korán példát mutattak erre, és mi a mai nap csak követjük az őseink lépteit. تهديد الإرهاب الإسلامي أصبح لابد أن يؤخذ بجدية كاملة، لأنه في العقد الأخير أصبح هناك جيل من المسلمين الإرهابيين اللي بيستخدموا بعض آيات من كتابهم لصب الكره والحقد على المسيحية والمسيحيين. متشينات يسوس، amikor üldözték. Mi a tanítványai vagyunk, nekünk is ugyanazt kell csinálni. Tőle kell tanulni, és őt kell követni. دعا يوسف أبو السلام وتحقق منه